بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن النكاح هو عقد الزوجية الصحيح وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. ونقول الصحيح لاستبعاد الباطل واستبعاد الفاسد، لأن هناك نكاح صحيح ونكاح باطل ونكاح فاسد. النكاح الصحيح هو الذي استوفى الشروط والأركان، الأركان ثلاثة والشروط أربعة، فإذا استوفى تم استيفاؤها قلنا إن النكاح صحيح، وإذا اختلت الشروط قلنا نكاح فاسد، وإذا اختلت الأركان قلنا نكاح باطل. أركان النكاح ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. وأما الشروط فهي أربعة: التعيين والرضا والشهادة والولي، كما ورد ذلك عن المصطفى عليه الصلاة والسلام بالنسبة للولي: أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. هناك نساء محرمات من حيث النسب، ونساء محرمات لأجل الرضاع، ونساء محرمات لأجل المصاهرة، وبينا ذلك في دروسنا السابقة، وقلنا لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا بين المرأة وابنة أخيها أو ابنة أختها، ولا يجوز الجمع بين الأختين، كما ورد ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلنا يجوز للرجل أن يجمع بين الربيبة، بين زوجة الرجل وربيبته، يعني بين زوجته وبين وربيبته، فيكون يتزوجهما جميعا، فإن ذلك لا حرج فيه، وليس فيه محذور أن يتزوج إنسان زوج مطلقة رجل وربيبته، فذلك لا حرج فيه. وأما أن الرجل يتزوج ربيبته فلا، كما مر بنا في الحديث وفي درس سابق، ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذا الخصوص. نعم. الضرب الثاني: تحريم الجمع لكثرة العدد، فلا يحل للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات بلا خلاف. ويجوز الجمع بين المرأة وربيبتها، لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. يعني يمكن للرجل أن يتزوج واحدة، قد لا تعفه الواحدة يتزوج أخرى، قد لا تعفه يتزوج ثالثة، قد لا يكفي يتزوج رابعة، قد يكون بحاجة إلى الولد والأولى لا تنجب
والثاني أصابها ما أصابها، والثالثة اعتراها ما اعتراها. فمن حق الرجل أن يتزوج أو أن يجمع بين أربع نساء: الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، لكن لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان عنده عشر: أمسك أربعا وطلق الباقي أو فارق الباقي. نعم، يعني اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة حين أسلم، حين أسلم وتحته عشر نساء وكان شيخا كبيرا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك أربعة من هؤلاء العشر يا شيخ أحمد وأن يفارق الباقي، فدل على أن الرجل يجوز له الجمع بين أكثر، الجمع بين ثنتين أو ثلاث أو أربعة ولا يزيد على ذلك. وأما بملك اليمين، لو وجد ملك اليمين، لكن الآن نقول غير موجود، يمكن للإنسان أن يتسرى بدون عدد مهما كان العدد، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني مهما كان العدد إذا كان بملك اليمين. وإذا كان بالزواج فيجوز له واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، ثم بعد ذلك يقف عند الأربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لغيلان بن سلمة: أمسك أربعا، وأمره بمفارقة الباقي. وبملك اليمين، لأن ملك اليمين يختلف عن الزواج، ملك اليمين تكون رقيقة يشتريها ويتملكها، فإذا حملت أصبحت أم ولد ولا تكون زوجة، فإذا حملت منه أصبحت أم ولد. وقلنا أم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، فيمكن للإنسان أن يكون عنده من أمهات الأولاد مهما بلغ العدد، ولكن هذا لا يوجد في وقتنا الحاضر. وعندنا كان في السابق شيء من هذا النوع، إلا أن الدولة وفقها الله أعتقت جميع الأرقة، أعتقت جميع الأرقة، وقالت من يدعي شخصا يثبت ذلك ويأخذ ثمنه، وإلا فالناس جميعا أحرار ليس فيهم رقيق. وقلنا بأن الرقيق يمكن أن يتزوج واحدة ويمكن أن يتزوج اثنتين فقط. الرقيق لو وجد رقيق بعد، حتى الرقيق ما عندنا الآن رقة، فيمكن أن يتزوج واحدة أو يتزوج اثنتين فقط، لأن عمر استشار الصحابة في ذلك فحددوا له أن للرقيق اثنتين، وللرقيق أن يتسرى بإذن سيده. لكن ما عندنا رقيق ولا عندنا سراري الآن، وإنما هذا الكتاب لأجل أن يكون طالب العلم على معرفة ودراية بالأحكام، وإن لم تكن موجودة في وقتنا الحاضر، لأن الناس كلهم بحمد الله أعتقتهم الدولة وجعلت من كان رقيقا جعلته حرا. نعم، حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن. أمسك أربع وفارق سائرهن، إذا قلنا عشر أخذنا منها أربع كم يكون الباقي؟ الباقي ست، فارق ست، وأنت بالخيار، يعني عندك فاطمة وليلى وزينب وهند، خذ منهن أربع، قل هؤلاء يريد بقاءهن، وأما الباقيات فعليهن أن أن يفارقهن، ويمكن أن يعملن العدة المطلوبة ويتزوجن بعد ذلك بمن يمكن أن يتزوجن منه. نعم، رواه الترمذي: وليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين. العبد يمكن أن يتزوج واحدة، ولا يتزوج العبد إلا بإذن سيده، وإذا لم يأذن له فما العمل يا شيخ عثمان؟ يعني قال سيده أنا الآن أريد الزواج، السيد قال لا، الآن نقول ما عندنا عبيد،
ولا عندنا أحد يستأذن، لكن كحكم شرعي نريد معرفته. العبد قال أريد الزواج، الأمة عند سيدها قالت أريد الزواج، قال السيد لا، لا زواج للعبد ولا زواج للأمة، فما العمل؟ وبعد الشيخ علي، الشيخ علي دائما ما شاء الله يحل. العبد قال أنا ما تزوج، قال سيد لا، نبيك في المزرعة وتشتغل، اسمع، نبيك تشتغل في المزرعة وتحفر وتدفن وتعمل وكذا، أما الزواج يشغلك، ما في زواج. فأبى، وش ماذا نعمل؟ إذا أبى السيد، إذا كان يريد الزواج نقول زوج. طيب ما هو بالرأي رأي الشيخ عثمان، الرأي رأي السيد، قال لا. أحسنت، هذا الجواب. نقول أنت سيده وهو ملكك، يمكن أن تعتقه ويمكن أن تبيعه ويمكن أن تكاتبه ويمكن أن تدبره، كل ذلك للسيد. لكن العبد قال أنا أريد أتزوج، أنا أخاف على نفسي من أن أقع في المحذور. السيد قال لا. نقول للسيد لا ضرر ولا ضرار، وهذا فيه إضرار بالعبد، فيمكن أن تزوجه ويمكن أن تبيعه لشخص آخر يزوجه، أما أن تتحكم فيه وتصر على عدم زواجه وعدم اعتاقه وعدم بيعه فلا، لأن فيه ضرر. كذا يا شيخ صديق. ثانيا، عنده أمة ويحق للرجل أن يواقع الأمة متى أم أمته متى شاء، فهي بملك اليمين، والله عز وجل أجاز ذلك في محكم التنزيل، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فيقول فيجوز له أن يواقع الأمة متى شاء بشرط أن تكون غير مزوجة، أما إذا كانت مزوجة فلا، فهي في عصمة زوجها. فإذا قال لا، لا أواقعها، جاءت الأمة وقالت أنا علي خطر أن أقع في المحذور، نستدعي السيد ونقول أنت بالخيار، إما أن تواقعها وإما أن تزوجها، تبقى في ملكك لكن زوجها على كذا شيخ صديق، فإما أن تواقعها وإما أن تبقى في ملكك وتسعى في الحصول على زوج، يجيها زوج من حين، وإما أن تبيعها على شخص آخر وتنتهي علاقتك بها. كذا شيخ عثمان، واضح الآن؟ واضح؟ كذا شيخ علي؟ نعم. وليس للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين. العبد يجوز له أن يتزوج واحدة، وقد لا تؤدي الغرض، بمعنى أنها قد لا تعفه، لا تعفه بمعنى لا تمنعه من أن يلتفت ذات اليمين وذات الشمال، وهذا في خطر عليه، فيجوز له أن يتزوج أخرى، وإذا سمح له سيده يجوز له أن يتسرى أيضا وقت ما كان التسري موجود، والآن ما في تسري. نعم. لما روي عن الحكم بن عيينة أنه قال أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح إلا اثنتين. العبد ما ينكح إلا اثنتين، والحر ينكح وحده وثنتين وثلاث وأربعة، كما هو نص الكتاب الله عز وجل. أما العبد لا يتزوج إلا اثنتين، وقد أقر ذلك الصحابة في اجتماعهم، فكان ذلك إجماعا، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباع صحابته وتتبع ما صار منهم من أحكام. نعم. وروى الإمام أحمد أن عمر سأل الناس عن ذلك. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة، يعني فأن عمر سأل الصحابة قال ما العمل؟ نعم. فقال عبد الرحمن بن عوف، نعم، الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، نعم، لا يتزوج إلا اثنتين. نعم. وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكر،
فكان إجماعا من الصحابة بأن له أن يتزوج، أي الرقيق يتزوج اثنتين. والآن قلنا ما عندنا أرقة، كذا شيخ صديق ما عندنا أرقة، فهم أحرار له، يعني من كان سابقا في أصله، من لأن الرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، فيجوز لهذا الذي أصله رقيق أن يتزوج واحدة اثنتين ثلاث أربع، لكن مطلوب منه أن يعدل بينهن. نعم. أو نكح خامسة في عدة الرابعة ونحو ذلك من الفروع، كالحكم في الجامع بين أختين على ما مضى فيه، والحكم في من تزوج خمسا أو نكح من تزوج خمس أو نكح أربعا في عدة، نكح الرابعة أو الأخيرة في عدة الرابعة ولما تنتهي، فنقول الأخيرة نكاحها باطل، لأن عندنا الزوجان، يعني عندنا أركان النكاح قلنا ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع، فإذا كانت معتدة يعني عقد على معتدة فهذا فهي تعتبر خامسة والعقد باطل، وإذا في عصمته أربع وعقد على خامسة فهذا يعتبر أيضا عقد، يعتبر عقدا باطلا لا ينظر إليه وليس له حكم شرعي. نعم. إلا البطلان. نعم. أو نكح خامسة في عدة الرابعة ونحو ذلك من الفروع، يقول كالجمع بين الأختين، يعني من أخذ خامسة نقول الأخيرة منه، قالوا الأخيرة ليلى نقول نكاح ليلى باطل، لأنك الأصل عندك أربع غيرها، الأخيرة منه قالوا الأخيرة دعد نقول دعد نكاحها باطل. طيب إنسان عقد على فاطمة وزينب وهما أختان، نقول أين الأولى فاطمة، نقول فاطمة نكاحها صحيح، لكن زينب نكاحها باطل، لأنك عقدت عليها وفي عصمتك أختها أو في عصمتك عمتها أو في عصمتك خالتها أو ابنة أخيها أو ابنة أختها وهكذا. نعم. كالحكم في الجامع بين الأختين على ما مضى فيه، ما مضى في درسنا السابق بأن الأخيرة لا يعتد بهذا العقد بل يعتبر لاغيها. نعم. فصل. ويباح التسري من الإماء، قلنا للرجل الحر، للرجل الحر، والناس جميعا أحرار الآن، للرجل الحر أن يتزوج واحدة، أن يتزوج اثنتين، أن يتزوج ثلاث، أن يتزوج أربع، ولو أراد الزيادة فلا بد أن يفارق أحدا أحد هذه الأربع، فإذا انقضت العدة جاء بهذه الرابعة لتكون بدلها. وأما التسري، والآن نقول ما عندنا تسري، لكن في السابق نقول الحر له أن يتسرى بالعدد الذي يكفيه، أربع خمس عشر عشرين يجوز ذلك، لكن الآن نقول ما عندنا تسري ولا عندنا أرقة، وإنما نقرأ هذا الكتاب ليكون طالب العلم على دراية ومعرفة بالأحكام. نعم. ويباح التسري من الإماء من غير حصر، لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، يعني أو ما ملكت، ما حدد ملكت اليمين واحدة اثنتين عشر عشرين فيجوز ذلك، لكن الآن نقول الحمد لله الناس كلهم أحرار، وما دمنا حكمنا بحريتهم فلا يجوز أن يعدد الإنسان، وإنما يكون بالزواج واحدة اثنتان ثلاث أربع فقط. نعم. ولأن القسم بينهن غير واجب فلم ينحصرن في عدد، يعني الإماء ما في نقول، يعني إنسان عنده زوجات، يعني كل واحد حرة الواحدة، نقول لازم ليلة وليلة يقسم بينهما بالليل، طيب قالوا فلان عسكري وبالليل يداوم في المرابطة أو في الحراسة أو في كذا،
نقول يكون قسمه بالنهار، يعني يجلس عندها هذه من الصباح إلى الظهر، والثانية مثلها من الصباح إلى الظهر. وأما إذا كان دوامه بالليل، يعني دوامه بالنهار كبقية الموظفين، فيقسم بينهن بالليل. وأما إذا كان دوامه بالليل فيقسم بينهن بالنهار وهكذا. فله أن يقسم بين الزوجات في الوقت الذي يتفق عليه، يعني يكون مثلا من العصر إلى المغرب، أو من العصر إلى العشاء، أو من العصر إلى بكر المغرب بالنسبة للزوجات. أما الإماء إذا قلنا يتسرى وهو غير موجود الآن، يقول الإماء لا يلزم القسم بينهن، لأنهن ملك يمين، وملك اليمين لا يلزم القسم فيما بين ملك اليمين. نعم. وللعبد أن يتسرى بإذن سيده، نص عليه أحمد، لأن ذلك قول ابن عمر. يمكن يتسرى لكن بإذن سيده، لأنه يترتب عليه التزامات مالية، يعني نفقة العبد على السيد، وقلنا اللي بيتزوج معناه زوجته على السيد، وقلنا يأخذ يتسرى فيكون سريته على السيد أيضا، فالسيد يتحمل، فلا بد من إذنه وموافقته، وإذا لم يوافق فلا يكون ذلك. وإذا كان العبد يريد ذلك ولا يصبر عليه، فيمكن أن يقيم دعوة على سيده، إما أن يعتقه، وإما أن يزوجه، وإما أن يدبره، وإما أن يكاتبه إلى آخره. نعم. نص عليه أحمد، لأن ذلك قول ابن عمر وابن عباس، ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة، ولأن العبد يملك في النكاح فملك التسري كالحر، وإنما يملك التسري إذا ملكه سيده، إذا ملكه سيده وأذن له في التسري. نعم، لأنه يترتب عليه التزامات مالية على السيد. نعم. قال القاضي: يجب أن يكون تسري العبد مبنيا على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده، لأن الوطأ لا يباح إلا بنكاح أو ملك يمين. أو ملك اليمين. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هذا بنكاح، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذا بملك اليمين. نعم. لقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، والمكاتب كالقن سواء، لأنه عبد ما بقي عليه درهم. المكاتب، المكاتب، من هو المكاتب يا أبو نجم؟ العبد يشتري نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية. طيب، الأقساط قد تكون 5-6، دفع القسط الأول والثاني والثالث بعدين وقف، مش نقول رجع إلى كونه رقيق، لأن العبد، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم. فقد يختار بعض الأرقة، يختار أن يكون عند سيده، لأنه إذا كان عند سيده يكون معزز مكرم ومكفول النفقة وكذا، وإذا مثلا انتقل إلى الحرية لابد أن يكدح ويشتغل، وقد لا يكون لديه حرفة فيتعب مشؤون الحياة، فيقول: أفضل أن أبقى في بيت سيدي رقيقا معززا مكرما. وقالوا: العبد رقيق، المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، يعني لو بقى عليه قسط واحد ولم يسدد فنقر. وقلنا الآن مرة ومرتين وثلاث وعشر، أليس عندنا أرقة، وليس عندنا مكاتبون، وليس عندنا إماء، وليس عندنا جواري، وإنما ليعرف طالب العلم هذه الأحكام وكيف كانت. نعم. فأما من بعضه حر
فإنه يملك ملك بجزئه، فإن ملك بجزئه الحر جارية فملكه تام وله الوطء بغير إذن السيد، لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، ولأن ملكه عليها تام. فأما تزويجه فإنه يلزمه حقوقا تتعلق بجميعه، يلزم حقوق كسوة ونفقة على هذه المرأة لأنه مسؤول عن زوجها، فيكون مسؤولا عن من يمون هذا الزوج. فاعتبر رضا السيد به ليكون راضيا بتعلق الحق بملكه. وإذا تسر العبد بإذن سيده ثم رجع قال سيدي لا أخب بطلت، نقول لا أنت أذنت له ما من حقك تبطل. يعني قال يا سيدي أريد مثلا جارية، أذن له السيد بعد يوم ويومين قال لا بطلنا، نقول لا بعد ما يوقعها الرجل ليس من حقه أن يرجع. نعم. لم يكن له الرجوع نص عليه لأنه يملك به البضع فلم يملك فسخة كالنكاح. وقال القاضي ويحتمل أنه أراد التزويج وله الرجوع في التسري، يعني رواية ثانية. وقلنا على الكتاب هذا وهو كتاب الكافي يذكر الروايتين أو أكثر ليكون طالب العلم على دراية. وقلنا بأن ابن قدامة رحمه الله ألف 4 كتب، أولها العمدة للطلبة المبتدئين، ثم المقنع لمن قطع شوطا في طلب العلم، ثم الكافي وهو كتابنا الذي بأيدينا، ثم المغني وهو أوسعها وأكثرها مسائل. نعم. وله الرجوع في التسري لأنه رجوع فيما ملكه فيما ملكه لعبده. يعني يقول إنه هو يعني مثلا أجاز له التسري، هذه رواية ثانية، فمن حقه أن يقول لا خلاص بطلنا لأن هذا تم بإذن سيده، كما أنه له الحق في الرجوع فيما ملكه. يعني عطى عبده أو عطى الرقيق سيارة وقال هذه استعملها ومشاويرك والروح، بعدين قال لا السيارة نحتاجها جبها. فما دام يملكها فالسيد يملك العبد ويملك ما بيده، فالعبد يعتبر مال بسيده وتملكه له إنما كان بإذن السيد، وإلا فإنه لا يملك شيئا. نعم. فأشبه سائر المال. فصل. النوع الخامس المحرمات لاختلاف الدين. يجوز للرجل أن يتزوج المسلمة، المسلم أن يتزوج المسلمة، ويجوز أن يتزوج الكتابية. والكتابية نقصد بها من كانت تدين بدين اليهود أو دين النصارى، وأما المجوس فلا، وأما الصابئة فلا، وإنما أن تكون كتابية، لأن هذا يكون طريقا لإسلامها. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج كتابيا لأنها قد تنصرف عن دينها وقد تتحول إلى الكفر والعياذ بالله، لأن المرأة تغلب على أمرها. لكن بينما الرجل إذا تزوج كتابية فربما أنه يقنعها وسرعان ما تنصاع، فقوته وتأثيره عليها أكثر بكثير من تأثيرها عليه. يعني إذا كان هو غير مسلم وهي مسلمة وتزوجت قد تقلع وترتد وتنقص عن الدين وتفارق الجماعة، بينما إذا كانت يهودية أو نصرانية ورأت التزامه بأحكام الدين ورأت سماحة الدين ورأت ما فيه من الفوائد والعظات، فإنها تريد لم الشمل وانتظام بيتها فسرعان ما تسلم. فلذلك أجاز الإسلام أن يتزوج الرجل الكتابية، ولا يجوز للكتابي
أن يتزوج المسلمة لقوة تأثيره عليها. نعم. فلا يحل لمسلم نكاح كافرة غير كتابية، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، وقوله: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. ولا يحل نكاح مرتدة إن تدينت بدين، لا تقر على ذلك، هي مسلمة ثم نسأل الله السلامة نكصت عن الدين وانحرفت، لا يجوز أن يتزوجها، لأننا لا نقرها على ردتها، بل تمهل إما أن ترجع إلى الصواب وترجع إلى الرشاد وتعود إلى الملة، وإلا فإنها تقتل، وإذا قتلت لا تدفن في مقابر المسلمين، ولا يرثها المسلمون، ولا يصلى عليها، ولا تدفن في مقابرهم. نعم. لأنها لا تقر على دينها ولا مجوسية، لأنه لم يثبت لهم كتاب المجوس. نعم. ولا كتابية، أحد أبويها غير الكتابي، لأنها لم تتمحض كتابية. كتابية. نعم. أشبهت المجوسية. نعم. يعني أمها ولا أبوها كتابي ولا ليس كلهم، فلا بد أن يكون أمها وأبوها في كلهم كتابيين. نعم. ولا من يتمسك بصحف إبراهيم وزبور داود أو كتاب غير التوراة والإنجيل، لقوله تعالى: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، ولأن تلك الكتب ليست بشرائع إنما هي مواعظ وأمثال، ويباح نكاح حرائر الكتابيات. تزوج الإنسان الحرة الكتابية. نعم. لقوله تعالى: والمحصنات من المحصنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، وهم اليهود والنصارى ومن وافقهم في أصل دينهم ودان بالتوراة والإنجيل، كالسامرة وفرق النصارى. وفي نصارى بني تغلب روايتان، إحداهما إباحة نسائهم أصحهما، لأنهن كتابيات فيدخلن في عموم الآية، والثانية تحريمهن لأنه لا يعلم دخولهن في دينه في دينهم قبل تبديل كتابهم. ولا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال كتابيا لا يحل لمسلمة أن تنكح كافر، لأنه قد يفتنها عن دينها وتتحول إلى التحول عن الدين الإسلامي لقوة تأثيره عليها. نعم. كتابيا كان أو غير كتابي، لقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، وقوله: فإن علمتموهن مؤمنات فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وكل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطئ إيمائهم بملك اليمين لكن ما عندنا نقول ملك يمين. نعم. ومن حرم نكاح حرائرهم حرم وطئ إيمائهم بملك اليمين بالقياس على المحرمات بالرضاع. لعلنا أيها الأحباب نكتفي بهذا، على أن نكمل الباقي في درسنا في يوم غد، وهو النوع السادس: التحريم لأجل الرق، ونكمل هذا إن شاء الله في درسنا في يوم غد. ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.